طيب كلام مهم جدا استاذ وليد، بس فسر لي مساله ما وصلت. في نقطه غير مفهومه استاذ وليد، كلامك مهم بس في نقطه ذكرها الاستاذ بغداد لم تشرحها. اذا كان في شخص تستدعيه ويلبي هذا الاستدعاء، لماذا تلجا الى الهجوم على بيته بطريقه استعراضيه بلطجيه ترهب نساء زوجته واولاده بهذه الطريقه؟ ليش هذا الاسلوب؟ والله أنا يعني ما شاهدتش حتى فيديوهات وما شاهدتش حتى معناها صور توثق لهذا، رغم أني كما قلت في البداية أني مع احترام الإجراءات ومع احترام حقوق الناس في التقاضي ومع احترام والتزام بالقوانين. أنا فقط ربما أعود بك إلى مشهد إيقاف معناها سيف الدين مخلوف، أعتقد أنه كان إيقافا عاديا لا اعتداءات ولا أي طريقة، بل رفعت شعارات وهذا حقهم وهذا موقفهم السياسي. أما تحويل موقف مهم هذا، إذن أنتم في حزب التيار الشعبي يا أستاذ وليد تدينون أي تصرف من أي جهاز أمني يقتحم بيتا يرهب أولادا أو زوجة من خلال ما جرى، تدينون هذا التصرف وهذا السلوك الأمني؟ يجب احترام الإجراءات لكي لا يترك لأحد أي حجة يعني، وتحويل النقاش من ملف أساسي ومن ملف معناها إجرام على مدى 10 سنوات إلى ملفات إجرائية وملفات حقوقية أخرى، وهو ما يريده البعض، هو تحويل ملف أمن دولة وملف خطر على مؤسسات الدولة إلى ملف حقوقي الاعتقالات بهذا الشكل واعتقالات بهذا الشكل. نحن بس أنتم كحزب تدينون أي ممارسة أمنية من أي جهاز أمني بهذا الإطار؟ نحن نقول في الوضوح على الجهاز الأمني وعلى وزارة الداخلية وعلى هو لن يجيبك على هذا السؤال، أن تحترم كل الإجراءات. هو لا يجيب، هو لا يجيب على السؤال. خلينا نعطيه فرصة بس راجع. كل ذي حق حقه مع تطبيق القوانين، ولا أحد فوق القانون سواء كان سياسي رجل أعمال أو تاجر. بس تدينون أم تتفهمون ما جرى بأسلوب الاعتقالات بما وصفه الأستاذ مقداد بأنه بلطجة، تدينون أم تتفهمون؟ يا سيد الكريم كحزب يعني أنا أريد منكم الآن موقفا كحزب. نحن قلنا في الوضوح نحن نطلب من مؤسسات الدولة تحترم الإجراءات. لم نشاهد ولم يتم توزيعها على الإنترنت أي مشاهد لاعتداءات في على مستوى الإيقافات. هناك روايات قد تكون صحيحة قد تكون خاطئة، لكن الأصل في الأشياء أن تحترم الدولة الإجراءات القانونية وأن تضمن للجميع حقهم في التقاضي. حتى قانون الإرهاب الذي يعني تتبعه وزارة الداخلية في عملية الإيقافات، فأذكر أن يعني المجموعة الحاكمة هي التي سنته وهي التي صوتت عليه، ومن الضروري اليوم هو احترام إجراءاته. لكن أعتقد أن كل هذا هو تفاصيل يمكن أن تخطئ فيها الدولة كما يمكن أن تصيب، لكن الأصل في الأشياء هو هذا انتهاك حرمات. شو تفاصيل أستاذ وليد؟ كيف تفاصيل؟ أعتقد أنه إغراق الملفات في التفاصيل هذا أمر خاطئ. تمام، خليك أستاذ وليد. أستاذ وليد خليك إذن.